بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم فهد بن سعيد بن عبد الله السعيد الملقب، والتعرفون الاسم بوحيد الجزيرة أيام الغفلة، والآن إن شاء الله وحيد الإسلام إن شاء الله. العمر يتجاوز 40، وما ودي اني احد احلم، لكن الشفاء الله لازم بالصدق. موظف في تسجيلات منارة الإسلامية، وما بعد دوام مثل 4 أيام، بس انما اخذنا اجازة اليوم. بداية الهداية، الفضل يعود لله، ثم للتوجيهات الإخوة الدعاة جزاهم الله عنا ألف خير، فكانوا يقومون بزيارة كثيرة، وتعرفون أين كنت قبل اليوم، واليوم أين أنا موجود، والحمد لله هذا هو. بعدما تفضل فضيلة الشيخ سعد البريك مسكت مكانه، وهذا فخر واعتز فيه، وبالإسلام عزة، وبالدين نصر، لا في خذلان أبدا. فزارني أحد الإخوة جزاه الله عني ألف خير، وهو عبد المحسن بن عمر المحمود، فذكرني بمن أكون وماذا خلقت، وجاب لي بعض الكتيبات، ووجدت نفسي بأني أسير بين يديه لم أدري بأي شيء. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والرجوع إلى الله. فيا أخوتي في الله، أعرف أن فيه من الشباب من كان شجع أبو خالد بن سعيد، فوالله ما أنفعكم بشيء. يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ما أنفعكم بشيء، ارجعوا إلى واحد أحد هو الذي ينفع الجميع. بدلوا عشرة بن سعيد بتسجيلات إسلامية تفيدكم في حياتكم، والطقطقة والله ما فادت أحد، بل من جرف إلى دحديرة، ويا قلب لا تحزن. وأعرفك على أخس الناس، وارد للناس، إذا وقعت هرب وخلاك. هذولي أصحابنا في الماضي، الحمد لله بدلناهم بهالوجه الطيبة، وهذه الأخوة التي ترونهم عن يميني وشمالي، فما بالكم بهذولي يقفون مع في يقفون معك في مهنتك وفي ضيقك، يزرونك إذا مرضت، ينتشرونك، ينصحونك إذا أخطأت. فأرجو من الله لكم التوفيق والهداية. والله كانت حياتي حياة شقة تعاسة، لا هي حياة سعادة أبدا. نطارد وراها المخدرات وإشباع رغبة النفس، نطارد وراها الشياطين، شياطين الأنس ومعهم، ومن أين ما راحوا، وليتكم تشوفون وين ندخل، ندخل بيوت جميلة ولا بيوت لا خربات وانتم كرامة يعني، والله ما يدخل حتى الكلب إذا مرها صد عنه، فأنت تلقاه مدعس فيها يعني، والواحد تلقاه متلطم، وش يحتري؟ يحتري ما واحد من بعده يجيب له خمر، ولا يجيب له حبوب، ولا يجيب له بلاوي. هذه المحلات اللي نعم، لا تفكرون يا أخوان، كل يمكن عندكم خبر، وأكثر الشباب وقع فيها وهداها الله، والله هذه. لكن المحلات الطيبة والمساجد بيوت الله إلى مرها الواحد صد، ليه؟ الشيطان لعنة الله عليه ما يبيننا الخير، ويبيننا معه في نار جهنم. فيا أخوتي في الله، والله ما عرفت السعادة ولا عرفت الحياة إلا بعد الرجوع إلى الله. أنا كنت سابقا أبو خالد وشهرة وطقطقة، وين موكب الزاحم والناس عند أبو خالد، لكن هذه ما لها سعادة يا جماعة الخير، سعادتها ثواني دقائق، كل راح البيت وانتهت. حتى اللي تسمع اغنيه بعد يمكن يزهق منها، يقول هذا صجنا يا رجال، هذا الشريط. ما في سعاده يا جماعه الخير الا في 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 الايمان حلاوته يا جماعه الخير. والله انا كنت ما كنت اتوقع ان هذه الحلاوه في هذا الدين يا جماعه الخير. اقول وين انا، وين نايم انا من سنين يا جماعه، ضايع. وجربوا، والتجربه اكبر برهان، جربوا، انتم جربوا،
ولا مو بيقول أحد يصلي يومين ثلاثة أيام أربعة أيام يهول، لا يصبر شوي ويجيك الشيطان ويقول لك اترك يا رجال بن سعيد كذاب اترك خليه يولي بس. والله هذا يا إخواني والله أقولها من كل قلبي والله العظيم، يا الرجوع إلى الله ما فيها أحسن منه على وجه الدنيا. وإذا ركع الواحد هالمكتوبات ثم رجع إلى بيته وصاحب الناس الخيار الطيبين الأصدقاء الذين يعونونك في حياتك والاستقامة، حتى وانت تمشي في الشارع تمشي مطمئن مرتاح. والله أول إن إذا خرجنا من بيوتنا لن تقول ملحوقين، وحنا ما سوينا شيء بس علامة. أما راتب مع واحد معه بلاوي، ولا أنت في بطنك بلاوي، ولا ماكل المخدرات، ولا مرت النجدة إلى الله لهم، حتى لهم ما دروا عنك تلقاك أنت تعلم على نفسك من اللي أما لفيت وصدمت ولا قمت تنافض وهم ما دروا عنك. والله صحيح، ولكن الاستقامة والله يا جماعة الخير ما أحسن منها. تمشي الساعة 3-4 من يقدر يقول لك شيء؟ إذا كنت راح للمسجد ولا راح ولا جاي من محاضرة ولا جاي من سفر وانت نظيف، ما حد يتعرضك ولا يقول عيني كذي من الأخر. ولا والله ما أنصحكم إلا من البلاوي هذه، هي الدمار، وهي اللي تقضي عليكم وانتم في زهرة الشباب. يعني احنا خلاص تعدنا 40 والمسؤولية عليكم انتم الآن، مسؤولية عليكم، مسؤولية البلد.